فازت 4 مؤسسات بحرينية بجوائز التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات للتميز في مجال التقنية، ويحقق هذا الفوز البحريني مكسبا عالميا جديدا تضيفه صناعة تقنية المعلومات البحرينية إلى رصيدها الزاخر بالإنجازات في هذه الصناعة الرائدة. ويؤكد في الوقت ذاته القدرة التنافسية التي تتمتع بها منتجات هذه الصناعة البحرينية. وحول هذا الفوز البحريني قال السيد عبيدلي العبيدلي رئيس جمعية بيتك إن مملكة البحرين تمتلك مقومات النجاح في مجال التقنية. تدير هذه الجائزة أو تعقدها سنويا ما يسمى بالتحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات ويتسا، وهي معاييرها معايير فنية بحتة لا تتدخل بها لجنة خاصة، لجنة تحكيم خاصة تعين أو تختار في بعض الحالات في مجموعة من الخبراء في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. الحقيقة الفائزين أو الشركات الفائزة في هذه المسابقة أهمية التنبؤ أنها تمثل كل القطاعات المنخرطة في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات البحرينية. هناك جهة من تمثل الحكومة الإلكترونية، وهناك أيضا وهي مؤسسة حكومية، هناك مجلس المناقصات وهو أيضا مؤسسة حكومية، وهناك شركة أطياف وهي شركة بحرينية، ومنصة رائدات وهي ما يسمى يعني من تصنف في شركات الناشئة أو الستارت أبس. هذا يعني أنه البحرين كمجتمع أو كدولة أو كمؤسسة عندها مقومات النجاح بمعايير دولية من كافة المؤسسات وليس الشركات فقط.